طلع السنجاب كذا طور السنجاب بكره هنا هي على راح شفت هاي عم فرجيكم السناجب هون مشهور ما بتأذي الناس ما بتقرب عليهم بس بيعملوا العشاش تبعتهم فوق الشجر شايفين ما احلى السنجاب اللي طلع الشجره هاي في هناك كمان واحد بيحاولوا يجمعوا هلا اكل عشان الدنيا شتا بتخبوا بيخبوا الاكل شايفين وينها كمان واحد هاي مع شاشة هنا عاملين طلع مسكة وطلع علي كش 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 تعرف انه بتطلع علي شوف كيف بتطلع علي كان بس 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 شوف بيعمل حاله زي كأنه واقف قال بيعملش اشي بتخبه عامل حاله صنم ويسي ويسي يبسي يبسي منظره بضحك كتير بضحكني منظره كتير برد تجمد مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتي انا فدا على اليوتيوب اليوم جولتنا كتير جميلة رح تكون عن الخضار والفواكه بامريكا رح نروح على محل اسمه والمارت كتير مشهور بامريكا 24 ساعة بيفتح ما بسكر فيه كتير اشياء بس احنا اليوم رح نركز لكم على قسم الاكل الخضار والفواكه بالذات وهي بلشنا جولتنا اليوم درجة الحرارة مثل ما انتم شايفين لابسين جاكيتات فدرجة الحرارة سالب واحد تقريبا 30 فهرنهايت بلشت خلص دخلنا في موسم السقعة والشتاء شوفوا كيف الماي ناسينها بالسيارة طلعوا كيف صارت تعيش كيف الشجر تحول لقاحل فيش عليه ولا ورقة منظر كتير هيك زي افلام الرعب سنفرجيكم بدك تحكي مرحبا بدنا ناكل قبل ما ندخل حسام لازم ياكل قبل ناخذ بريك احنا قبل كل تصوير عشان ناكل هيك طاقه يا جماعه تزبطش الحلقه تبلش من دون ما ناكل لنا شغله هيك سريعه سندوتشات مسحب وصلنا والمارت شايفينه بارك اللوت هذا على فكرة كتير ساقعة يعني كنا مفكرين انها اوكي برد بس مش لهالدرجة يعني ايدينا تجمدوا بلشت السقعة يا جماعة وهي دخلنا والمارت هلا بدنا نبلش نصور لكم نفرجيكم كل البضاعة شو نبلش بالاناناس شايفين هاي الاناناسة بتنباع بالحبة مش بالوزن بالحبة هاي مش بالوزن الحبة بدولار 78 يعني تقريبا دولارين الوحدة شايفين مكبرها من امريكا اللاتينيه فريش مون الحبه 54 سنسا والله غالي هان لا بنشتري من مكان تاني الخمس حبات بدولار باوند اللي هو 98 سنسا يعني الكيلو بدولارين يعني هاي الكيلو بدولارين مثلا هاي الحبه بالحبه ب 68 سنسا الافوكادو هالبطيخه ب 5 دولارات هاي في اكثر البطيخه اللي تحت 5 دولارات اللي فوقها 3 دولارات وهكذا هاي التفاح كيس التفاح اشوف قديش يا وسام ب4 دولارات هاي كيس التفاح هذا ب4 دولار هاي البصل دولارين ونص كل باكيت زي هذا بدولارين ونص المانجا الحبه بدولار هاي الحبه المانجا بدولار هاي بصل بدي افرجيكم الخيار اللي هون نوعه غير عن تبع البلاد تبعنا خياره بتكون هيك كتير كبيره هاي الخيارة حقها 62 سنسا هلقينا من الخيار العادي قديش سعره وسام؟ الباكيت بثلاث دولارات فيه خمس حبات اوكي ثلاث دولارات هاي الفليفلة الحبة ب 62 سنسا هيدا فرجيكم هذا
الملفوف بالباوند 67 سنسا. هالبطاطا الحلوة بالكيس بتعبوا الباوند، يعني الكيلو بدولارين، الباوند بدولار، الكيلو بدولارين. هاي البطاطا العادية الباوند ب 58 سنسا، يعني كيلو تقريبا بدولار. قسم خاص كلياته للأورجانيك فود، يعني ما فيه مواد مصنعة، ما فيه مواد كيماوية، كله عضوي، يعني من مواد عضوية بجيبوه. فكتير هون بتلاقوا أغلى شوي سعره من العادي، بس إنه لسه منيح سعره، بيضلوا منيح. فرجيكم الاسبارغس. هاي مش موجودة عندنا بالبلاد، موجودة بس مش كتير. حليون؟ حليون حليون. هذا الحليون سعره دولارين ونص، ضمة هاي دولارين ونص. هاي زاكي بعملوها مع ايش؟ انا مش كتير بحبها. في ناس بسوها مع بيض، في مع بيض بعلوها، بصل، هاي بصل بدها اكلة فول. 80 سنسا الضمة، هاي الضمة ب 80 سنسا، يعني دولار تقريبا، اقل من دولار بشوي. وهاي فيها انا السبانخ الصغير، في سبانخ بتلاقوه مقطع. شو كمان؟ هاي فليف لابت ممكن هيك ثلاثة بثلاث دولارات ونص. وفي الفلافل الصغيرة البيضية، هاي كمان بثلاث دولارات ونص، بس هذا اللي أنا بفرجيكم إياه كله أورجانيك، فالأورجانيك أغلى. هاي في الكوسة تبعتهم بتختلف عن الكوسة تبعتنا، شايفين كيف كوستهم؟ هاي الكوسة اسمها زوكيني. أوكي، هاي الزوكيني الكوسة. وهاي في كمان نوع تاني من الكوسة، شايفين زوكيني، هاي نوع كوسة تاني. هاي سعرها دولارين، يعني تقريبا 3 دولارات الحبتين، 3 دولارات. هاي الموز الكيلو بدولار، هيو بنختار احنا الاخضر دائما، قرع يعني زي البامبكن، اشكال والوان. هيو هذه اللي بيجيبوها اهلي بيطبخوها مع القرع، مع المفتول. هاي مع المفتول بيجيبوها، شايف؟ هاي زاكية. احنا فرجيناكم بوول مارت شو قسم الخضار والفاكهة. قسم الخضار والفاكهة بوول مارت مش كتير كبير، يعني لانه مش متخصص بالخضرة والفاكهة، بس في عنده قسم يعني مثل هذا اللي فرجيناكم اياه. بس في محلات تانية فيها خضار متخصصة بالخضار والفاكهة لكافة الجاليات، يعني بتلاقوا للعرب، بتلاقوا للصينيين، بتلاقوا لليابانيين، لكل الاماكن الموجودة ولكل الثقافات. هدول المحلات رح ناخدكم عليهم بايام تانية بالفيديوهات الجاية، بس اليوم حبينا نفرجيكم وول مارت وقسم الخضرة الموجودة فيه والفاكهة، وصورت لكم هيك بشكل سريع حتى تتعرفوا على وول مارت لأنه كتير مشهور. وجنب الخضرة بتلاقوا قسم كبير للخبيز، للمخبوزات. هي كله هذا كيك وخبز بيكري. حابين كمان تلاقوا اشياء مقطعة وجاهزة بتلاقوا. هاي اناناس مشرح هيك، اذا مش جعبالكم تشتروا كميات. هاي اناناس مقطعة هيك، بطيخ بتلاقوا مقطع. شوفوا المقطع بيكون سعره اغلى شوي. هي مثلا هاي العلبة 3 دولارات و 68. تلاقوا هيك مثلا عنب مع جبنة مع بسكوت. هاي في هدول زي هدول للتقديم مثلا لما يجي عندكم ناس ضيوف، بس هدول بيطلعوا اغلى، طلعوا سعرها تقريبا 10 دولارات. هاي تيجي مع كراميل، زي تفاح مقطع مع كراميل ومش عارف شو. وهاي زي مع لبنة خضرة، كله أسعاره هاي تقريبا 10 دولارات كلهم هدول. للمدرسة بياخدوها معهم على المدرسة، سعرها دولارين ونص. هاي ناس الاشياء، هاي أفكار ممكن الناس يعملوها على فكرة عندنا في فلسطين، يصير يبيعوها هيك زي لانش بوكس، بدل ما تعملي لهم لانش بوكس جاهز. طلعوا كيف أشكال وألوان سبونج باب، كله دولارين ونص تقريبا هدول. هاي مثلا وودي، إذا الأولاد بحبوا وودي عليه هيك، حلو هذه أفكارهم. هاي العنب سعره دولار 22 للباوند، الباوند والنص كيلو بدولار 22. اوكي، طلعوا ما احلاهم، يعني ولا بتغلبوا حالكم. تفاح مشرح ومقشر كمان، يعني للاكل البيبي فود اذا بدكم تعملوا. هدول شوف ما احلاهم، كلهم هدول ب 10 دولارات. هذا اللي هو شو اسمه البوملي، مفضينه من جوا وحاطينه بمرتبان مع عصير، مع عصير برتقال. عن العصائر شوفوا الذرة مثلا بتلاقوها مقشرة وجاهزة هيك بعلب، هاي 5 حبات ذرة مقشرة، سعرها مش محطوط بس يعني بحدود الدولارين 3 دولارات. هاي بتكون حتى الجزر بتلاقوه مبشور وجاهز، طلعوا هذا جزر هيو مبشور وجاهز،
سعره $3 تقريبا. طلع الجزر، في جزر البيبي الصغير هذا بدولارين الكيس، في عندكم الجزر الكبير هذا $5 الكبير، هذا بيطلع كتير كبير يعني. خلصنا حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا لليوم. حبيت اصور لكم هيك الخضار والفاكهه بشكل سريع، واذا عجبتكم الحلقه ما تنسوا تكبسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم اشعارات اول باول انكم تشوفوا فيديوهاتي، وما تنسوا تحضروا فيديو الاسبوع الماضي، راح احط لكم اللينك تبعه بالديسكريبشن بوكس. كانت هاي الحلقات احضروها والى اللقاء.